شيء دي شفته. اهلا ومرحبا بكم في كل مكان في المباشر لمدينه الدار البيضاء بالضبط طريق المؤديه لمطار محمد الخامس. كيف ما كتشوفوا في هذه اللحظات طريق الاوتوروت سيارة ممتلئه داخلي، يعني توقفنا باش نقدروا نبثوا لكم هذا المباشر. اختناق مروري غير مسبوق في طريق المؤدية مطار محمد الخامس الأولى. كيف ما كتعرفوا اليوم السبت، كذلك الناس اللي عندهم الفوضى ولا عندهم السفر خارج الوطن، كذلك داخل الوطن على غير الناس اللي معايا يصحوا يستعملوا الطيارة باش انهم ينتقلوا في مدن داخل المملكة المغربية اللي بعيدة شوية. الحمد لله على كل حال، دائما الانسان بيري في اخويا
انتم غادي في امان الله، انا في الطريق ردي